شيخ شيخ السلام على رسول الله. راك شوف المقابله تاع اليوم كنا ناقصين في تعداد الفريق، لعبنا بالحاضر، حاولنا نقدموا كاع اللي عندنا. شوف ماركينا ما قدرناش نكملوا بنفس الوتيره، هذاك عنده اسباب تاعه يعرفها العام والخاص. ناقصين في التعداد، ناقص التدريبات، سي نورمال، هذاك هو المصير تاع الماتش. وصح ما نكذبوش على الشعب تاعنا وما نكذبوش على رواحنا، لوبجيكتيف تاعنا باش تلعب على الصعود سي ديفيسيل، باسكو نقص امكانيات كبيره، وكما قلت لك نقص التعداد. ليكيب اللي راهي عندنا دروك والاورغانيزاسيون تاع الفريق ما تسمحلكش باش تلعب على الصعود، ما تكذبش على بعضكم بعض. حنا نلعبوا على الشامبيون، حنا ماذا بينا نحقوا صعود، بصح الصعود ما يلعبش بهذه العقليه. فريق زهانة اللي يلعب على المراتب الاولى، اللي يلعب على ينافس على المراتب الاولى وكانت مقابله جد صعبه بالنسبه للفريق تاعنا، والحمد لله وفقنا ربي وكان ولينا في المقابله بعد ما كنا خاسرين 1-0 وفي ديرنيير مينيت ولينا في المقابله الحمد لله. ونتمنوا للفريق زهانة التوفيق ان شاء الله في باقي البطوله، ونشكر جميع اللاعبين على القتال الرجولي اللي قاموا به في الميدان، وكل الشكر على الاستضافه وحسن الاستقبال للطاقم الاداري لمولوديه زهانة. سلام عليكم.